احنا هلا بجبال اراكاس، اعلى منطقه في ارمينيا، 3200 متر عن سطح البحر. منظر كثير حلو، يعني شفنا الثلج بعد 40 سنه ومبسوطين كثير فيه، وهينا عم نلعب فيه كمان. وبشكل وانا بشكل عام يعني ارمينيا كثير حلوه، شعبها مريح، بس تفوت البلد بترتاح. امان فيها، امان كثير. يعني عن جد إشي حلو، بشجع الكل من معارفنا يجي وينبسط. فيها مناطق كثير حلوه. مع من رافقكم بالجوله؟ مع استاذ ابو ميسس قرارات بالسباحة. الو، عنده مصداقية في التعامل من اول يوم جينا فيه، يعني تعامل كثير لطيف واهتمام كبير والتزام بالمواعيد، في مصداقية كبيرة وفي امانة كبيرة، فانا بشجع الكل وعن جد انا بحكي ضميري. الله يخليك. طبعا نشكر الاخت ام جاك، ضيوفنا من الامارات العربية، ونتشرف فيكم ونتشرف بكل عائلة إماراتية. احنا ضيوفنا اكثرهم اردنيين مقيمين في الامارات، ضيوفنا الاغلبية طبعا من الامارات الاردن، وللاسف الشديد الضيوف يقادمون من العراق الان متوقفين، مدى يوصلونا، لانه الرحلات بين العراق وارمينيا متوقفة، وان شاء الله قريبا تنفتح الرحلات ونستقبل العوائل العراقية ايضا. مرحبا بكم في ارمينيا، بشجعكم يا ميت. قرارات للسياحه، ميت اهلا وسهلا. عن جد تعبتوا، بتنبسطوا نتراشق شوي بالثلوج. يا الله نبي الثلوج. المصور معنا اليوم، نبي المصور.